قانون المرافعات بيحدد شروط معينة لاستصدار أمر الأداء. من أهم هذه الشروط يا حضرات أن نكون بصدد دين نقدي ثابت بالكتابة أو منقول معين بالنوع أو الذات أو المقدار. مرة تانية، قانون المرافعات بيحدد شروط يجب أن تتوافر لاستصدار أمر الأداء. أهم هذه الشروط أن نكون بصدد دين نقدي ثابت بالكتابة أو منقول معين بالنوع أو الذات أو المقدار. مع الوضع في الاعتبار يا حضرات أن طريق أمر الأداء طريق إلزامي، يعني حضرتك لو معك دين نقدي ثابت بالكتابة ورفعت به دعوة قبل استصدار أمر أداء بتاخد عدم قبول لعدم اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون. أيضاً الآثار المترتبة على اتباع طريق الدعوة تختلف عن الآثار المترتبة على اتباع نظام الأوامر. الدليل إن الدعوة حضرتك بتنتهي بحكم. الدعوة تنتهي بحكم، بينما الأمر على عريضة أو أمر الأداء ينتهي بقرار. هل هناك فرق بين الحكم والقرار؟ الإجابة نعم، هناك اختلاف بين الحكم والقرار، ومن مظاهر هذا الاختلاف إن الطعن على الحكم بيكون بأحد طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات، زي الطعن بالاستئناف، الطعن بالتماس إعادة النظر، والطعن بالنقض. ما عندناش في المدني طعن بالمعارضة. الطعن بالمعارضة ده طريق متبع بالنسبة للأحكام الجنائية الغيابية، لكن عندنا في المدني، في المرافعات المدنية والتجارية، لا يوجد معارضة. إما طعن بالاستئناف أو بالتماس إعادة النظر أو بالنقض. يبقى حضرتك الحكم بنطعن عليه بأحد هذه الطرق الثلاث، إما الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض. بينما القرار أو الأمر الصادر على عريضة أو أمر الأداء بنطعن عليه بطريق يسمى التظلم. طريق يسمى التظلم. هل هناك اختلافات أخرى؟ نعم، مواعيد الطعن على الأحكام، في عند حضرتك الطعن بالاستئناف 40 يوم، وإذا كان حكم مستعجل 15 يوم يتم حسابهم من تاريخ صدور الحكم، وفي عند حضرتك ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر 40 يوم، وميعاد الطعن بالنقض 60 يوم من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك. بينما ميعاد التظلم 10 أيام تحسب، من تاريخ صدور القرار أو تاريخ إعلانه حسب الأحوال. يعني أحياناً ها
هنحسب العشر أيام من تاريخ الصدور. إذا كان القرار صادر ضد مصلحة الشخص مقدم الطلب، وهنحسب العشر أيام من تاريخ الإعلان إذا كان القرار صادر ضد الشخص الآخر. يبقى واضح كده يا حضرات من هذا الكلام، نقدر نستنتج إن هناك اختلافات كثيرة ما بين اتباع طريق الدعوة واتباع طريق أو نظام الأوامر، سواء الأوامر على عرائض أو أوامر الأداء.